كلمينا عن سر الزيارة لمصر اليومين دول، خاصة يعني كلمينا بقى عن سر وجودك في مصر. والله أنا أجيت هلأ على مصر كرمال أهداف كتير، إن شاء الله أهداف إنسانية ونشاطات. حابة من خلال لقبي كسفيرة سياحة بمصر أنا أشجع السياحة بمصر، وغير هيك أزور مستشفى السرطان 57 53. أنا عارف إن أنت سافرت السياحة وسافرت العطاء في نفس الوقت. سافرت السياحة وسافرت العطاء في نفس الوقت، دولت ميكس ولا ميكس؟ ميكس. طيب كلمينا عن فعاليات، وازاي ميس جوردن خدتيهم، ويعني كلمينا بقى عن معناهم، وبعد كده انت بتعملي ايه باللقب؟ هلا سفيرة السياحة اخذتها من وزارة السياحة بمصر من وزير السياحة هشام زعزوع، وبنفس الوقت سفيرة العطاء اخذتها من مستشفى سرطان 57 357. وانا حابة هلا اعمل اكثر من شيء ان شاء الله كرمال المستشفى والايتام، وان شاء الله ان شاء الله بيطلع بايدي الامن والامان. وانا شخصيا يعني صار لي تقريبا هلا 15 يوم بمصر، رحت سياحة وما شاء الله عليها انه ما فيها شيء، يعني ما شاء الله كله تمام، كله ماشي تمام. كلمينا عن فكرة انه انت قلتي في تصريح قبل كده انه الانسان لازم يبقى عنده اهداف انسانية. كلمينا عن اهداف زينة الانسانية. هلا اهداف زينة، وانا بتمنى انه كل اللي بيشوف كل الناس بالحياة يكون عندها نفس الاهداف، لانه هاي يعني بالنهاية جزء من حياتنا لا يتجزأ. نكون نهتم باطفال السرطان والايتام، فئات كتير من الحياة، بس خلينا نختص شوي بأمراض السرطان. نهتم فيهم، نعطيهم شيء من وقتنا، من دعمنا المادي المعنوي، من كل شيء نقدر عليه نعطيهم إياه. درست الإرشاد السياحي؟ زرت كتير أماكن بمصر، منها الأهرامات، منها معبد أبو سمبل، منها ماريناس، بس هاي انترتينمنت هيك. مصر هي بلد السياحة، أماكن كتير سياحية، بلد الحضارة، فأنا بشوف إنه فرصة إنه أي حدا بالحياة إنه يجي يشوف هاي الحضارة عن جد. أحلامك إن شاء الله، بس في منها شغلة لازم إنه عن جد هذا حلم كبير، إنه إن شاء الله يعمل الأمن والأمان على كل الوطن العربي ونكون نعيش بسلام. دايما بيبقى ملكات الجمال بوابة للدخول السينما. عالم السينما كتير ملكات جمال السينما بالنسبة لهم كانت عالم تاني ودخلوه، وكانت ان هم جايين من باب ان هم ملكات جمال. في اعمال سينمائية ومشاريع قدامك؟ ان شاء الله اكيد في مفاجأة يعني. طبعا. ماشي.